كان معك حامد ناموشي وقتها حامد زاد. كان حامد ورفيق الصيفي تزيري يزيد المنصوري. رفيق الصيف اللي نتفكر وقتها ستار بتاع ليكيب. اي ستار هو يزيد المنصوري زاد داك الوسط الميدان. ما عاونوكش شويه ما نصحوكش الاولاد. لا والله اللي ممكن اللي كان اقرب وعاون هو يزيد المنصوري رفيق زاد كيف كيف تزيريه. توين سالي قداش من تونس يا حبيبي؟ نومش ناموشي. لا كانت علاقتكم صحه صحه و بون ما كانتش صحه صحه ما هو ما قربليش وانا وانا ما جراتش هكا انا بريسك هو يعرف خير جو لوروب و... وبحكم لي زيكسبيريونس اللي عنده في جلاسكو وقتها وكل شيء كان ينجم يجتهد شوي هو ما اجتهدش وانا ما حاولتش نقرب له. انت انسان رغم اني كنتم ما كنتوا صحاب في منتخب 2005 لعبتوا مع بعضكم ليه ممكن هي وقتها كانت ثم فرنسا وتونس و... كان ما بالحق لو كانت مقسومه وقتها بون مش مقسومه ما تاع صباح الخير وبونجور وبونجور وحده صباح الخير وحده صباح الخير بوني كنت ترى برشا كانوا كنا في الشامبيونات تاع تونس ديما اللي متسمي علينا نحن الانحراف ومانيش ومانيش كيما نقولوا احنا الملاعبي بروفيسيونيل اللي نجم يلعب في ليكيب ناسيونال تصرفاتنا بيزار هكاك الفيزافي لهم هما فهمت ومن بعد كي نهبطوا للتيران كيما نقولوا احنا نعرفوا كيما نقولوا احنا الشامبيونات تاع تونس الملاعب التونسي شنو نجم يقدم وقت الكيب ناسيونال وشنو هي القرحه وشنو هي الجرينتا اللي كانت موجوده عند الملاعبين اللي كانوا في البطوله سيرتو التوانسه